خاصة في دولة جمهورية تشاد، عرفنا الكويت وأميرها وشعبها عبر الأعمال الإنسانية، لأن أول ما بدأت به عقب المجاعة الكاسحة التي عاشتها جمهورية تشاد عام 1948، من أول الدول التي أتت لتساعد وتقف مع الشعب التشادي في تلك المحنة هي دولة الكويت. وفي تلك الفترة أنشئت برعاية سامية من سمو الأمير منظمة العون الإنساني التي تسمى في تشاد منظمة مسلمي إفريقيا. وقامت هذه المنظمة بدعم سخي من سمو الأمير والشعب الكويتي بتقديم العون في مجالات عدة، في التعليم والصحة وتوفير مياه الشرب للمواطنين. ودولة الكويت عرفت في تشاد، دولة الكويت وشعبها وأميرها، بهذا العطاء المستمر المنوال من مدة طويلة. وأيضا دولة الكويت قامت حتى في الفترة الأخيرة فيما يخص العملية الاقتصادية باستضافة المؤتمر الإفريقي العربي الإفريقي في دولة الكويت هنا في مدينة الكويت. ولا ننسى أن أثناء انعقاد هذه القمة قام سموه بإعطاء أكثر من 1 مليار دولار للدول الإفريقية لتساعدها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه البلاد. دور أمير دولة الكويت لدينا في أفريقيا دور مهم ونعرفه تمام المعرفة. ونحن إذ قمنا بافتتاح السفارة هنا في هذه الآونة الأخيرة، علما منا بأننا سنكون قريبين من موقع العمل ونكون على اتصال دائم بالسلطات الكويتية ولمعرفة الكويت عن قرب ولمحاولة توطيد العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بين البلدين. فأمير دولة الكويت معروف والدولة الكويتية معروفة لدى جمهورية تشاد بهذه السمات السمحة التي لا نجد مثيلا لها في الدول الأخرى. وتعيش تشاد هذه الأيام محنة، خاصة أتى مئات الآلاف من النازحين من جمهورية إفريقيا الوسطى، وكانت الكويت عبر المنظمات الإنسانية أول الدول التي أتت لمساعدة هؤلاء النازحين واللاجئين الذين وصلوا إلى تشاد. ونحن إذ نذكر هنا أن أمير الكويت قامت الأمم المتحدة بتكريمه، وهذا التكريم لم يأتي من فراغ، وإنما أتى نتيجة الجهد الكبير الذي قام به هذا الأمير السخي، هذا الأمير الذي يعمل من أجل توطيد السلام وتوطيد السلام والمحبة بين الشعوب، وأيضا من أجل قيامه بكثير من العمليات الإنسانية ليست فقط في الدول الإفريقية وإنما في كل بقعة من بقاع الأرض يحصل فيها مشكلة إلا وتجد الكويت وأميرها وراء هذه المشاكل لمحاولة حلها. وهذا ما جعل الأمم المتحدة تقوم بتكريم هذه الشخصية السخية الكريمة التي تركت بصماتها على السياسة الاجتماعية والاقتصادية الدولية.